برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، انطلقت فعاليات مهرجان القلعة والوادي لعام 2017 الذي تقيمه محافظة حمص في الفترة من 14 وحتى 17 من الشهر الحالي بحضور رسمي وشعبي واسع. اليوم عودة الفرح لقلعة الحصن، ومثل ما عم نشوف اليوم هي الحالة بتجسد سوريا بمكان واحد. نحن أكيد مثل ما بنعرف القلعة والوادي هون اللي عم نوقف نحن ما بين التاريخ، ما بين الجغرافيا، ما بين الطبيعة، ما بين الجمال، ما بين الثقافة والشعب الكريم والأصيل. لذلك نحن بالنسبة لنا اليوم كثير سعيدين إنه عم نكون بمكان يجسد حالة سوريا بشكل عام. في إقبال كثير كبير من الإخوة المواطنين على الشراء، في حصومات بين 20-30%. المؤسسة السورية للتجارة مشاركة بجناح كتير كبير وبأسعار مخفضة كالعادة. أعتقد اليوم بنشوف معرض بحرفية ممتازة. مهرجان القلعة والوادي، مهرجانات الثقافة والسياحة، هي مهرجانات انتصار، والتحية دائما للجيش العربي السوري، والتحية دائما من قلعة الحصن إلى قلعة حلب إلى قلعة تدمر إلى كل القلاع في سوريا. دم البطول من جبل شربان، وردك عطر من دم الوريد. تضمن حفل الافتتاح لوحة أرض المجد قدمتها فرقة آرام للمسرح الراقص بمشاركة عدد من الفرق بالمحافظة من الشباب والأطفال، وتناول العرض تاريخ حمص في عهد الملكة جوليا دمنة وصولا إلى انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب، حيث تم التحضير له على نحو شهر بمشاركة 400 من الشباب إضافة إلى 80 من الراقصين. هاي سوريا اللي نحن بدنا اياها، سوريا المهرجانات، سوريا التلاقي، سوريا الأخوة، سوريا السلام، سوريا الفرح والجمعات الحلوة. هاي سوريا مثل ما شايفينها هلا، هاي هي سوريا الحقيقية وهيك بدنا تضل. كما ترون جئنا على صهوة خيولنا بلباس المراسم، حاملين الرايات والصور والأعلام، معبرين عن فرحتنا بهذه المناسبة الكريمة. جئنا لنجول هذه المنطقة شوارعها ومناطقها الأثرية لنري كل من يريد أن يرى أن إرادة السوريين الحياة أقوى من إرادة الإرهاب للموت. حبينا من خلال المركز نشارك بفعاليات مهرجان القلعة والوادي، نقدم دعم نفسي للأطفال من خلال الأنشطة اللي عم تتم، اللي هي أنشطة المسرح والموسيقى والرسم. طبعا المركز بمنطقة وادي النصارى مفتوح لكل الأطفال بطيلة أيام المهرجان. حبينا نحن ضمن فعاليات مهرجان القلعة والوادي نشارك بالمعرض اللي هو بضم مجموعة من فناني حمص وبعض الفنانين من خارج المحافظة. كان العمل بضم حوالي 45 عمل ضمن التصوير الزيتي، وفي عنا معرض ثاني كان في فعالية مع المعرض، هو معرض فن الفسيفساء كمان لمجموعة من فناني حمص، وإن شاء الله بينال إعجابكم. الحقيقة نحن بمهرجان القلعة والوادي مثل كل سنة بنحب دائما يستمر العطاء والحب والجمال لسوريا، سوريا بتستاهل. حقيقة اليوم في معرض للتصوير الضوئي ومعرض رسوم أطفال مشاركين فيه نحن هون بالمركز الثقافي بمرمريتا، لأطفال شهداء منطقة الوادي وأطفال شهداء حمص اللي كمان حبينا هالسنة يشاركونا بمعرض الرسوم. يعني حبينا نشارك بفعاليات مهرجان القلعة مشان نفرجي العالم انه هالولاد الطيبين في عندهم شيء بداخلهم، في عندهم ابداعات كثير حلوه، ممكن يطلع شيء منهم وهن بيصيروا عنصر فعال بنسيج المجتمع، وفيهم كمان يقدموا شيء، وهذا كله شغلهم اللي هن ابدعوا فيه، طبيعي بمساعده المشرفين. فعاليات المهرجان تجسد معالم النصر وعوده السياحه بمعالمها الجميله في سوريا بمشاركه المغتربين وبالتعاون مع اهالي المنطقه، وتدل ايضا على التعاضد بين السوريين، بما ينعكس إيجاباً على عودة الأمن والأمان إلى ربوع سوريا.